لأول مرة وفي إطار التصدي لفيروس كورونا، شرع المجمع العمومي صيدال عبر الوحدة الجهوية بقسنطينة بإنتاج المعقمات الكحولية بمعايير مطابقة للمواصفات العالمية. تم اختيار موقع إنتاج قسنطينة التين لإنتاج المرهم المعقم لليدين لاحتوائه على معدات تضمن حماية استعمال الكحول في الصناعة الصيدلانية، كذلك احتوائه على ربع خطط إنتاج ذو قدرة سنوية 30 مليون وحدة إنتاج، لكل خط يمكنه تصنيع 7 ملايين. التنقل من إنتاج 20,000 إلى 50,000 قارورة معقم أسبوعياً هو الهدف الذي سطره المجمع. أول دفعة من الإنتاج وزعت مجاناً للصيدلية المركزية للمستشفيات، الإدارات والهيئات العمومية. خطوة أولى، مصنع قسنطينة صيدال قسنطينة 2 سوف ينتج 20,000 قارورة أسبوعياً في أول مرحلة، ثم الوصول إلى 50,000 قارورة أسبوعياً، وهذا على 3 ساعات 1000 مليلتر 200 مليلتر و100 مليلتر. كمرحلة أولى برمج المجمع 265,000 وحدة شهرياً لمدة 6 أشهر، مع إمكانية اللجوء لمضاعفة القدرة الإنتاجية في حال زيادة انتشار الوباء.